قديد دعوه ده عشورها سومالي لان يا ما تتوبر لحديد حقوقها يدعوه فرشدة عشور بحياش وان قاد شدة عشورات اعود حيا وحاها كل دوان دخل ورورين تهي عشور بحياش وغفرت مقالة بربرق عركم دو وحاها عشورها مناسبة ده فوريتان كتوبر كان يا وحا كسو قيب قال امامو الكقوبل كي يكدقم ده بربرا مسؤولين كسعوتي قديد عشورها وغورين بو حال كاسي كهالي كنور بحيي توبر كني غريقان محمد شامع قدومي كوحيقين كقودي دا عشوراها اي قدوميها قودي داسي كاسو وشيدد يسو تهي ان عشور بحيياشا اي عشور غادياشا واه قد الدولد وحل ساران ان عشور غبشادا يلاماها كلي الدولد اي قصي سار ما عشورو ان توبر كسافسان سيدي اي هولاها عشوراها وقبل نهاية نحن كتها برا وحانا اللوغو تلقى لقددن إن أي سوء قابسو أما أي كقر نقضو نظام كدعو دا عشورة أو نظام اللوغو تلقى لي إن سيكوبا وقفك عشور بحيي وقود دعو دو وآن نظام كي ديرا دعو داها إن لوفرني أما محكمة داها إداريقة مامولك كستم كبربري مامولها عشورها برجع يجون هالك سهاد الكيس كذا بقاطي. لا إن شاء الله هذا الله كده جمر كو النور دم هذا ستببركين المكان النور دم هذا إنه قص وبيح دانته وإذن كيف هذه سنت دانته هذا الله كده جو أقان وإذن كأف على شغلها هيسان. توبركين النور حقوس أبسين هون أديك عنو بحنا إنه عشور بحياشة. عشور بحيه وحبو حقو ليه هاي تقص كلاتر كنا وحبو حقو ليه هاي حق اللي يقول ليه هاي عشور بحيه وحويان إن أو بحيا عشورتا سي وافقسن ندامك عشورها عشور قبطانا وح حق اللي يقول ليه هاي إنه أقبط عشورتا سيدي ندامك يحرك وافقسنيد gaba gabadi iyaguna halkaasii waxa hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka iyo degmada berbera qofkii ashuur bixiya aha ee muwaadinka aha wax laga dhufanayay uu in isagana xuquuqdiisi la daryeelo oo qaranku ka fursan waayo in gudi madax banaan loo sameeyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inay soo gaaraan oo toobarkan lagu qabto oo uu shaqeeyo nidaamka iyo sharciga waa baahi weyn oo gobolkan ama degmadan ay aad ugu qabto in qof muwaadinkii uu helo marka uu sanoogo qaabka uu cashuurta u bixiyo iyo sida cashuurta ay ugu waajibtay inuu ka dacwoodo waa baahiyeen oo qof aad u wanaagsan inaan maanta halkan isugu nimaadno oo lagu qabto shirkan ku saabsan cashuuraha wixii waajib ku ah bulshada ama cashuur bixiyaha iyo wixii cashuur qaaduhu xaq u leeyahay in aad looga munaashaqado habraacna la sameeyo dadkuna ay ogaadaan wixii waajib ku ah inaguna aynu ogaano waxaanu dadka xaq u leenahay xamse axmed ciid wararka telefishka codka bariga afrika magaalo xabeedka berbera